اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري، والبدايه بالعناوين. سلطات الناظور توقف 445 مرشحا للهجره السريه على خلفيه الاحداث الاخيره على حدود ماليليه. نظام جديد يقطع الطريق على سماسرة تأشيرة شينغن نحو فرنسا يدخل حيز التنفيذ. فتح تحقيق قضائي في صورة منتشرة لأشخاص عراة بالأحداث الجارية بالفنيدق. أهلا بكم، والبداية بالأحداث الأخيرة التي لا زالت تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي بكل من الفنيدق وماليليا، حيث كشفت إحصائيات رسمية لوزارة الداخلية عن توقيف المئات من المرشحين للهجرة السرية خلال العملية التي قادتها القوات العمومية بمدينة الناظور خلال الأيام القليلة الماضية. وأفادت معطيات رسمية أن القوات العمومية اعتبرت خلال عمليات التفتيش التي باشرتها بالناظور 434 مغربيا وخمسة بنغلاديشيين وستة من مواطني جنوب الصحراء، بالإضافة إلى جزائريين اثنين. وبخصوص أخبار التأشيرات، أعلنت شركة TLC Contact المختصة في تقديم الخدمات القنصلية ومعالجة التأشيرات اعتماد نظام جديد لتحديد المواعيد والتحقق من الهوية بالنسبة للمغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة لدخول الأراضي الفرنسية ابتداء من 18 شتنبر الحالي. الشركة المذكورة أفادت في بلاغ لها أنها ستقوم بإطلاق نظام جديد لتحديد المواعيد والتحقق من الهوية عبر مكالمة فيديو في مركز التأشيرات بالرباط. وبخصوص أنواع التأشيرات التي ستشملها التغييرات، أوضحت أنها ستكون حسما لمقدمي طلبات التأشيرة لأول مرة، والتي تهم الزيارة العائلية، السياحة، الزيارة الخاصة، البحث العلمي، السفر المهني والتدريب المأجور، المشاركة في الفعاليات الثقافية الفنية العلمية والرياضية بما في ذلك المهمات المؤقتة، وكذلك بالنسبة للموظفين لدى الأجانب والفرنسيين. وإلى مدينة الفنيدق، وعلى إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لصور بعض الأشخاص بلباس السباحة يجلسون على الأرض وبعضهم الآخر قبالة حائط إسمنتي، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور. عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، أوضح أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك فور انتهاء الأبحاث مع إشعار الرأي العام بنتائجها. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري. أطيب المنى، في أمان الله.